الأخت تسأل عن دعاء مخصوص لقيام الليل، إن كانت تسأل عن الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم، فهذا وارد، هذا وارد. فلقد ثبت من في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم جلس فمسح النوم عن وجهه بيديه، عليه الصلاة والسلام مسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قال: قرأ خواتيم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى آخره، إلى آخر السورة. ثم بعد ذلك يقول: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، إلى غير ذلك. فهذا إن كانت الأخت تسأل عن هذا الدعاء فهذا هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا قام من الليل ليصلي قال هذا الدعاء بعد قراءة هذه الآيات. أما إن كانت الأخت الفاضلة تسأل عن دعاء مخصوص لقيام الليل يعني غير هذا الدعاء، أكاد وأكون قد فهمت من سؤالها أنها تريد دعاء يعني إن قالته تقوم الليل، أنا لا أعلم يعني دعاء إن قاله المسلم أو قالته المسلمة يقوم الليل، اللهم إلا أن ينام على الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينام على وضوء وأن ينام على شقه الأيمن وأن ينام على الأذكار، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ألا يحرمه من أن يقوم ليصلي لله جل وعلا بالليل، هذا لا حرج فيه. أما إن كانت تسأل عن دعاء مخصوص فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال من قال كذا قام الليلة، هذا لا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدقة، فمن صدق الله صدقه، والله قد ينام الإنسان الساعة 9 مساء أو 10 ومع ذلك ينام 6 ساعات وأحيانا ينام 7 ساعات ومع ذلك تفوت صلاة الفجر، تفوت صلاة الفجر، لا أقول يقوم ليصلي من الليل، وقد ينام الرجل بفضل الله قبل الفجر بساعتين ومع ذلك قبل الفجر بنصف ساعة أو بساعة لربع يستيقظ ويصلي ما يسر الله عز وجل له 3 أو 5، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن صدق الله صدقه. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين.